بروح معاكم الآن إن شاء الله إلى معرض المنتجات العمانية، موجود في قاعة المعارض الخلف السيتي سنتر في مدخل أو بوابة رام 2. حياكم الله، راح ناخذ جولة مع بعض الآن ونشوف شو اللي موجود في هذا المعرض. بتكون معي طبعا، راح يكون افتتاح الساعة 10 بإذن الله تعالى. بحاول أقل لكم الصورة قد ما أقدر. طبعا هذه معرض المنتجات العمانية، هو معرض فقط للعرض، وفي كل أو معظم الصناعات العمانية المعروفة والمنتشرة، واللي راح يكون لها إن شاء الله سوق كبير في دولة قطر. هي فكرة طيبة من طبعا كلا الجانبين، وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة قطر، وأيضا من الجهات المسؤولة في عمان لعمل مثل هذا المعرض في الدولة للتعرف على المنتجات العمانية ذات الجودة العالية، واللي ممكن استعانة بها في السوق القطري، هذا السوق الواعد الكبير اللي طبعا ينافس الآن كبريات الأسواق العالمية. منتجات مختلفة، منها غذائية، منها بلاستيكات، منها مصانع، منها أيضا أدوات صحية. راح نشوف مع بعض الآن خلال، راح نشوف طبعا إيش ممكن نشوفه ونستفيد، وهي فرصة للتجار اليوم آخر يوم بإمكانهم الحضور والاستفادة من المنتجات العمانية المتميزة دائما بجودتها العالية طبقا للمواصفات، سواء مواصفات عمانية أو مواصفات خليجية أو حتى مواصفات دولية. المدهش هي طبعا مجموعة منتجات معروفة، علف بأنواعه بأشكاله، منتجات حليب الصفوة، هاي هنا نشوف طبعا رخام، كنوز للرخام بألوان وأشكال مختلفة، ما شاء الله وايد منتجات عندهم ما شاء الله. أيضا أعتقد هذه الشغلات خاصة ل الشوارع والمطبات. هنا ايضا بطاريات للسيارات، يعني اللي حاب ياخذ وكالات حياكم اليوم اخر يوم فرصه. هذا ماي الريف، ماي الريف عماني، هذه احجار، محاجر ومناجم ايضا عندهم، يتعبون احجار خاصه لكم لمشاريعكم. هنا ايضا كيبلات، سخان مياه، ما شاء الله وايد منتجات عندهم ما شاء الله. هذا ايضا صناعات عمانية، احذية الله يعزكم، هذا طبعا بيبات باشكالها والوانها. ما زلنا في الجولة في معرض المنتجات العمانية. هذا ايضا مصنع عمان للعطور مستحضرات التجميل، كلها جودة عالية. هنا ايضا نشوف الاسرة بطبع مختلف في القياسات والاحجام، خاصة ان هي طبعا مطابقة للمواصفات الصحية والطبية اللي ممكن تستعينون فيها لمن عنده مشاكل في آلام الظهر. هذا الشيخ أحمد البعينين حضر اليوم وحرص أن يكون متواجد في اليوم الأخير. يعطيك العافية شيخ أحمد، يعطيك العافية إن شاء الله.
التمور العمانية معروفة، القهوة العمانية أيضا موجودة، أنا أيضا مجموعة أخرى من المنتجات. طبعا منتجات صابون عماني خاص، وهذا ماي اللبان العماني المعروف، وهذا أيضا بعض الشالات الخاصة لعمان، فيها طبعا صورة السلطان قابوس. يا جماعة أنا قاعد أوصف اللي قاعد أشوفه، فلا تلوموني إذا أخطأت أو شيء، اللي قاعد أشوفه أوصفه لكم. هنا أيضا زيوت المحركات. يعطيك العافية. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. هذا كله إنتاج عماني. ما شاء الله فاجأتونا بالمنتجات ما شاء الله. يعطيكم الف. هذا أيضا أشغال حديد وسياج وما إلى ذلك موجود أيضا. السلام عليكم، يعطيك العافية. إحنا وين هنا؟ هذا نحاس عمان، شركة نحاس عمان. شركة نحاس عمان. نعم. منتج الأسلاك الكهربائية. أشوف البحر تحت البحر هذه يعني ولا إيش؟ هذا كابلات مخصصة للبحر في الغوص والسفن. كلها إنتاج عماني، صنع عمانية 100%. يعطيكم العافية. حياكم الله. يا مرحبا وسهلا فيكم. هذا أيضا مجموعة خيام عمانية خاصة، حين موسم التخييم بدأ، فاللي يحب يأخذ وكالات لها المنتجات تشوفوا شلون أشكال وألوان وأحجام، الشغل عدل مرتب. هذا عنوانهم. هذا أيضا مجموعة أخرى من شيء فخر ما شاء الله، تحط فيه دهن عود معود حق الهدايا، والله شغل عدل. مشكلة مو للبيع، للعرض، لو للبيع تنشرينه. مصنع عمان لموانع التسرب. سلامة الله وبركاته، يعطيك العافية. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. شنو يعني موانع التسرب هذا؟ موانع التسرب هو طبعا سيلز نستخدم في النفط والغاز في البايبس والبمبس وللمياه نفس الشيء كذلك. اي نعم. لمحطات التحلية المياه وغيرها. هذا طبعا في نوع حديدي وفي نوع غير حديدي. الحديدي عادة ما يستخدم حق البايبس اللي هو الكبير من انش الى 24 انش 36 انش. وطبعا حتى معانا الجاز جيتس اللي هو يستخدم حق الهيتر اكستنشر اللي هو مواصفات حرارة عالية. واللي بيدور ايضا على البيض العماني موجود هكا، شركة بركاء للدواجن. اللي بياخذ وكالة البيض العماني حياكم، اليوم اخر يوم، اليوم قد يجي الصبح هي العصر، وهي شركة الاسماك العمانية، اجود الانواع وافضلها صراحة. هنا ايضا مجموعة اخرى، هاي ريادة عبارة عن نحاسيات، الحب يقتنيها، مو بش يقتنيها، ياخذ وكالتها يعني، الحين خلاص الحين بزنس، تعالوا سو بزنس كبير، حياكم، عبر عن مشاعرك لمن تحب يا عيني، خش دعاية، يلا تعال عبر، خذ الوكالة هذا وعبرنا مثل ما تبغى، يلا. والله يشغل حد ما شاء الله. هاي طبعا ايضا هذا رشال العمانية المعروفة، بإمكانكم طبعا تغطيتها، خذ وكالتها. هذه العطور كلها عمانية؟ كلها عمانية. هي نعم. اللبان هذه؟ هذه كلها عمانية مستخلصة من نباتات الطبيعة العمانية بجودة عالية. طبعا احنا معنا عطور لبان وفي انواع كثيرة اللي فيها مع العود، في انواع مع المسك، مع الصندل، في انواع كثيرة. ممكن حتى تشوف الديزاينات هذه في رجالية ونسائية. حلوة. هي معظمها من نباتات العمانية، الطبيعة العمانية. هذا بدل ما هذا كلها صناعة من مصنعكم الشخصي؟ من طبعا مصنعنا الشخصي. في وين مصنعكم؟ موقع مكانه في سلطنة عمان في ولاية بركة. 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 إيه ما شاء الله. الله يزيد ويبارك إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. نستمر في جولتنا ونشوف أيضا هذه الصناعات العمانية المعروفة. نزلنا في جولتنا، هذا محجر بيطري، أسماك مختلفة.
هني اللي يحبون سوالف الهدايا والورود وما ادري شنو هالسوالف، عندهم ايضا مجموعه من البخور والعود والورود وما ادري ايش، والله حلوه في شغلات صراحه تستحق ان احنا نتعنى ونجيها. هذا ايضا منتجات عمانيه 100%، منظفات ارضيات، اللي بياخذ وكالات اللي بياخذ وكالاتها بالعكس حياه الله. ايضا هاي ملابس ايضا رياده، منتجات الكترون، بيبات، رخام، ما شاء الله كل شيء موجود عندهم. هذا ايضا منتجات ورقيه وبلاستيكيه عمانية 100% بأحجام وأشكال مختلفة وبأغطية حسب الطلب ومميزة وبأسعار، وانت بتحط شعارك، شوف مثلا هذا شعار هذا شعار هذا شعار هذا شعار اللي تبغي موجود. كل ما مطلوب منك تيجي تتعاقد مع الشركة مع المصنع، والله يوفقك إن شاء الله، انتهوا تفتحون إن شاء الله بزنس حلو. أيضا موجود عندهم النعل الله يعزكم العمانية، صناعة عمانية جودة عالية. أيضا رجال أعمال فرصة لكم اللي حاب فعلا يفتح تجارة في سوق واعد، أقول لكم تعالوا استفيدوا، راح تلقون تسهيلات كثيرة ودعم من كل الجهتين، سواء من حكومة دولة قطر أو حتى من حكومة سلطنة عمان، لأنهم بالفعل حابين يعني يكون في بينهم علاقات وثيقة خاصة في المجال التجاري. منتجات معروفة، جودة عالية، كل مطلوب مننا احنا اليوم فقط يعني نختار الصحيح والمناسب للسوق القطري ونبتدي الشغل معاهم، خاصة الآن فتحوا خط استيراد مباشر من ميناء صحار ومن صلالة والدقم أيضا. أعتقد هذا أيضا خيارات مزون، صناعة المواد اللاصقة من بوليمير لتعديل البلاط الأرضيات والجدران. يلا يقول ما في السوق، هذا هو جابوا لكم اياه وموجود، بس تعال تعاقد معاهم وخذ الوكاله توكل على الله واشتغل. هذا ايضا مجموعه البان الخمائل، والله تاني قري الخمائل انا في السوق. يلا فرصه اللي حابب يتعاقد معاهم حياه الله. هذا ايضا الخريف، طحين رحى، جميع الاستعمالات، سميد، اتى، أحجام. في أيضا مجموعة المكرونات، إنتاج أيضا عماني 100%. خوش حركة، شوفوها خوش حركة. زبدة الكلام، فرصة لكم اليوم آخر يوم، حياكم الله. المنتجات العمانية الراقية جدا، الجودة عالية، وعندهم ليطات بعد، شوفوا عندهم ليطات توني مكتشفين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا انتاج عماني هذا البضاعة؟ حياك الله. نعم 100% كلها. اي نعم 100% كلها. نعم اشكال واحجام والاي دي وكذا كل شيء موجود عندكم؟ اي نعم كل شيء موجود عندنا. يا هلا فيك يا مرحب. منتج عماني مضمون من 5 سنوات فما فوق. هلو ما شاء الله التجار بدأ يهلون لعقد الصفقات مع الشركات لفتح أسواق في دولة قطر. هذا منتجات الرخام والأرضيات، طبعا في أجزاء ثانية ما قدرت أصورها لأن في ما شاء الله إقبال كبير عليها، لكن بمجمل الكلام أقول لكم حياكم الله. اليوم آخر يوم بكافة الحضور لمعرض المنتجات العمانية، خليجية لكن جودة عالية نفخر فيها. دايما صباح الخير اول شيء، يعطيك العافيه. ايش ممكن نتكلم عن هذا المعرض؟ اولا لله الحمد، احنا اليوم في اليوم الثالث والاخير في هذا المعرض ولله الحمد. اليومين اللي فاتوا الحمد لله شهدنا كثير من الاقبال من قبل رجال الاعمال في دوله قطر الشقيقه، ايضا شهدنا الرضا على كثير من الوجوه الاخوه العارضين وايضا الزائرين حول كيف ممكن تعزيز التجاره البينيه بين دوله قطر الشقيقه وبين سلطنه عمان. أيضا كانت هناك بعض مذكرات تفاهم التي وقعت في اليوم الأول، وكان هناك الحديث البارحة عن توقيع مذكرات تفاهم اليوم. الآن الجماعة يستعدوا أيضا لتوقيع مذكرة تفاهم بعد قليل، هناك الطاولة جاهزة.
والله الحمد يعني هي بادرة جيدة أن نرى معارض مشتركة عمانية قطرية إن شاء الله. هناك أيضا معرض قطري حسب ما علمت من الأخوان في الغرفة في العام القادم، وهذا من شأنه أن يعزز التجارة البينية بين الدولة إن شاء الله. بالنسبة للمشاركين لدينا أكثر من 100 مشارك من مختلف القطاعات، لدينا المواد الغذائية في هذه الجهة، مواد البناء، كافة مواد البناء، الألمنيوم والحديد وإلى آخره، أيضا بالإضافة إلى الجهات الخدمية، هنا الجهات الحكومية الخدمية كشركات عمران وشركات المواني وإلى آخره، أيضا بالإضافة إلى في الخلف في المؤسسات المتوسطة الصغيرة التي تتمتع بما يطلبه الجمهور حقيقة من العطور والملابس والبخور وإلى آخره. جميل. طبعا اليوم هو فقط عرض ما في بيع؟ هو فقط عرض حسب ما نعم فقط هو للعرض فقط. هل في إمكانية تمديد يوم زيادة؟ والله لا يمكن التمديد، لأن هذا اللي الاتفاق ما بين في البداية، لأنه غدا يكون الجمعة. نعم. فما توقعنا أنه في الجمعة في أحد يعني بيكون في يعني ممكن أن نعمل معرض يوم الجمعة، لذلك حددوا لنا هذه الفترة. طبعا الجميل هم أيضا وفروا مثل ما قالوا لنا بعض الجهات الحكومية العمانية في هذا المعرض، بحيث تبي تستفسر عن أي معاملة ممكن تتعرض لها أو أي عائق تعرض له أو يواجهك في سلطنة عمان، بكانك هنا السؤال عنه قبل ما تخوض هذه التجربة، فخذ كل التفاصيل وبعدها لك القرار. رجال أعمال بدأوا يتوافدون، مثل ما عرفت أيضا وسألت أن هناك مجموعة كبيرة من التعاقدات تمت اليوم وأمس ولمس، فإن شاء الله تكون بداية خير، خاصة أن في يناير راح يكون في معرض قطري في سلطنة عمان، وبعدها أيضا في جزء ثاني من هذا المعرض راح يكون في الفترة القادمة في دولة قطر. أرجع أقول لكم حياكم الله إخواني وخواتي المتابعين، واللي حاب يفتح باب استثمار مع المنتجات العمانية أعتقد هذه أحسن فرصة لكم لاختيار الأجود. اللي يسألني وين مكان المعرض، المعرض موجود خلف سيتي سنتر في منطقة الأبراج على كورنيش الدوحة، خلف السيتي سنتر في منطقة الأبراج على كورنيش الدوحة، أعتقد معروف المكان، قاعة المعارض الكبيرة.